في كثير عالم بياكلوها من هالنازحين اللي جايين من حلب اللي جايين كذا بيعرفوا الاكل واكله كثير طيبه يعني بالضاهي الكمايه. زرعنا بزمانه بالبيت بالحديقة عنا حديقة زرعنا 3 شتلات أرضي شوكي يعطونا مونة يكفونا 3 شتلات تحمل وحدة 33 وحدة يعني 100 وحدة 3 شتلات نعمل منها 3 طبخات قلت بدي شيء هيك صار عندي أرض بدي أزرع وقت اللي صار عندي أرض قمت زرعتها كلها أرضي شوكي. زرعت الارض ارتشوكي من 5 سنوات من 6 سنوات طبعا شلون هذا زراعته كان يزرعوه بخان طومان وبحلب وبريف حلب الجنوبي وقت اللي ما صرنا نحسن نروح حلب اروان شلون امنا زرعنا ارتشوكي جبت بذر من حلب وزرعت ارتشوكي تعذبت كثير بزرعه لاني النبته تبعيته نازيك يعني بتعذب كثير لبين ما تاخذه. هذا بتزرعه مرة واحدة في العمر بيصير كل سنة عرفان شلون بعد ما تحوشه بيباس بتشرين بيرد بيطلع ها بيتم لا بعد رمضان بعشرة أيام هيك بيعطي عرفان شلون منحوشه منبيعه مقشر أو هذا عادي يعني من دون هيك صاحبه بيقشره مو اسمه كويس والله يعني أحسن من الشعير والحنطة والهذا. بيقولوا له خرشوف بيقولوا له انجينار بيقولوا له ارض شوكي عندنا هون بيزرعوا بمصر بيزرعوا بالغوطه وبيزرعوا بحلب بريف حلب الجنوبي عده انواع انا عندي من كل انواع عندي مصري وعندي حلبي وعندي شامي عرفان شلون بس افضل شيء الشامي اللي بيكون القرص تبعه كبير يعني دبل عن باقي الانواع. طيب اقبال المزارعين على هاي الزراعه ما في اقبال منه لاني هذا بده تاشير وبدك زبونات يعني يوصوك لحتى تأشر لهم تاخدوا على سوق الهال هون بعنا بالبلد ما نباع انت صرت اخدوا على ادلب عبي ادلب بنص سعر هون عبيهم اشهر عبيهم ماشي الحال الحمد لله بيتحكموا فينا التجار بيبيعوا. عنا كتير بالنهار بيسألوني 40 واحد اشواد عرفان شلون هني هاي أكلة الحلبية وأكلة الشوام وهاي الأكلة مشهورة بحلب وبالشام بمونوم من السنة للسنة بينكبس مثل ما بتكبس الجبنة شلون الجبنة من سنارة تشويفة البيضة ايه هيك بينكبس بمطربانات المطربانات بينباعوا بالمحلات